كابتن خالد موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة اتكلم في نقطتين عايز اخد رأي حضرتك فيهم. الحاجة الأولانية اتكلم عن الملعب، هو يعني ما انتقدش الملعب بشكل مباشر، ولكن قال لو عايز الأهلي يلعب كرة كويسة لازم تديله ملعب كويس. هل النهاردة حضرتك انت كنت قريب من النجيلة وقريب من الملعب أكيد، وأكيد نزلت، هل الملعب كان فيه مشاكل؟ والله أنا بيني وبينك أنا كمان في ملعب المقاولين مش محظوظ يا ميدو، وكنت عايز أنقل المات للكلية الحربية. لكن أنا عملت حاجة مشروعة أن أنا ما رشتش الملعب قبل المباراة، ودي حاجة أنا عملتها، لأن أنا عارف أن النادي الأهلي بيرش الملعب، بيغرق الملعب بعد الإحماء، بيغرق الملعب، فدي كانت نقطة مهمة جدا ان انا استغل. انا هل الاهلي طلب من مسؤولين استاد المقاولين ان هم يرشوا؟ طبعا. وانا احتفظت بحقي انا كمان طبعا، ان انا الملعب ما هو جاهز من غير رش ولا الكلام ده كله. الملعب جاهز للمباراة، فانا بلعب في ظروف تناسبني انا، فاهمني؟ فلازم استغلها بس. فانا من هذا المنطلق انا برضو لعبت في الحتة دي. كابتن خالد موسيماني اتكلم عن الغيابات في النادي الاهلي والاصابات ولعيبه كتيره غايبه ونتأثرت بشكل كبير، وانا عارف ان انتوا عندكم غيابات برضو، راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ انا عايز اقول حاجه، انا ماسك البنك الاهلي يا ميدو، يعني في ماتشات كانت بيبقى غايب عن ده، انا بامبو ده بقى له 5 شهور ما كانش بيلعب معايا، محمد فتحي ده مش عايز اقول لك مؤثر قد ايه في قلب الملعب، بقى طبعا ما بيلعبش. فأنا أقعود أحمد ياسر، يعني عندي غيابات كانت كبيرة جدا.